اهلا بحضراتكم مره تانية. ضيفي هو من محبي ريحه الورق، وحضراتكم يمكن شفتوه معانا قبل كده بمناسبه صدور كتابه في معرض القاهره الدولي للكتاب ريحه الورق. وهو من خلال ريحه الورق وصل لنا ريحه كمان اعمال تلفزيونيه جميله عاشت معانا لسنوات ولسنوات طويله الحقيقه في شهر رمضان المعظم، ضمن مسيره طويله لفنان عزيز على قلوبنا كلنا، هو الفنان الكبير يحيى الفخراني اللي هو بيلقبه بسيد الدراما المصريه، واحد من علاماتها المضيئه، وبيكتب في ملفه المهم في الدستور عن سر يحيى. ايه السر اللي خلى الاستاذ الكبير يحيى الفخراني هو واحد من اعمده الدراما المصريه، وربما زي ما هو يطرح السؤال هل رمضان بيحيى الفخراني زي موسم رمضان من غير يحيى الفخراني؟ ده هيكون سؤال بداية حلقتنا النهاردة مع الأستاذ محمد جلال فراج، الصحفي المبدع والمتميز واللي دايما بيمتعنا الحقيقة بملفات مهمة عن الفن والفنانين المصريين. برحب بحضرتك، كل سنة وانت طيب. ربنا يخليك، نورتنا تاني في 90 دقيقة. ربنا يخليك، شرف ليا يا أستاذ حسام. ملف جميل جدا، استمتعت بيه وخدني ذكريات جميلة، لأنه واحد من الفنانين المفضلين كمان الفنان الكبير يحيى الفخراني. وأنت سألت سؤال في البداية، هل هي فعلا المبالغة ان احنا نقول رمضان او موسم الفني رمضاني بيحيى الفخراني غير من غير يحيى الفخراني؟ هل الدرجة دي ممكن يكون السؤال واقعي؟ هو واقعي جدا يعني. هو كمان مش انا اللي بقوله، هو التاريخ يحيى الفخراني اللي هو صنعه على مهل يعني، زي ما انا قلت حتى من بدايه شغله خالص في بدايه السبعينات لما كان لسه متخرج من كليه الطب. لا، هو التاريخ هو اللي فرض الحاله دي يعني، هو سبحان الله ترتيبات قدريه كده من البدايه للنهايه خلت بعد مرور سنين بقى يحيى هو رمز رمضاني زيه وزي حاجات كتيره متعلقه برمضان مصر يعني. ففتره من فترات حتى لو يعني لو جبناها من الاخر من القرن ده، بلاش القرن اللي فات، من بدايه 2000 هتكتشف ان يحيى الفخراني كان موجود تقريبا يعني بنسبه 85% او 90% كل رمضان من سنه 2000 لحد السنه دي يعني. من سنه 2000 لغايه دلوقتي. يعني في بعض المواسم فلتت، في بعض المواسم فلتت يعني، دي تقدر تقول عليها 15% 18% حاجه كده يعني. بس كل سنه يحيى الفخراني كان موجود بمسلسل وكان دايما يعني كان بيقوم عليه الموسم الرمضاني يعني. انا في تصوري اني يعني فتره من فترات كنا بنقول السنه دي يحيى الفخراني عامل ايه، وبعد كده بنشوف بقيه المسلسلات. ودي الحقيقه مش شايفها مبالغه خالص لما انا بقول على يحيى الفخراني ان هو سيد الدراما التلفزيونيه من ناحيه طبعا التمثيل. لان احنا لو سيد الدراما ده ممكن يحتمل سيد الدراما برضو من وجهه نظري يعني من ناحيه التاليف وسام انور عكاشة يعني. طبعا وطبعا انا فاهم، وفي اسياد كتير للدراما والفن المصري في شهر رمضان صحيح تحديدا، لكن فعلا الدراما التلفزيونيه يحيى الفخراني يظل فيها علامه بارزه لانه كان مركز في التلفزيون كمان. وهو كمان هو يحيى الفخراني بيحب السينما وبيحب المسرح، بس هو زي ما قلت حضرتك هي تقدر تقول ترتيبات قدريه كده خلت فيه حميميه للتلفزيون اكتر، او خلت وجوده التلفزيوني أكبر واهم واكتر تاثيرا مع الناس يعني. يضاهي مثلا طبعا ده لا يقلل من مسيرته السينمائيه ولا المسرحيه، وانا من عشاقه في المسرح كمان. صحيح، وحضرت كينج لير اكتر من بره يعني، انا حضرته حوالي 5 مرات على مدار مراحله يعني. لما روعه المسرح جبار يعني، جدا جدا جدا. ودي عظمه يحيى الفخراني ان هو سعدون المجنون كمان وغيرها من الاعمال كلها يعني، بصمات لا واضحة. وكمان حتى قبل كده راقص قطاع عام مع سماح انور، ودي كانت برضو تحدي كبير يعني. ممكن ده هو سر يحيى الفخراني. ما كنت لسه هسالك، والملف الجميل اللي انت عامله سر يحيى، سره في ايه؟ هل سره ان هو شخصيه مختلفه يعني، جاي من الطب وساب الطب عشان يركز في التمثيل، وبدايته مسرح قوي على مسرح كلية الطب وعين شمس
يعني ايه سر التركيبه العجيبه اللي تجعل يحيى الفخراني النجم؟ لانه كمان انا مع وصححها، انا بحس ان هو كسر قيود زي اللي كسرها احمد زكي، فكره انه البطل بالظبط مش شرط يعني الوزن والحاجات، يعني ممكن يكون ملامحه مختلفه عن الجان بريمير العادي. صحيح صحيح. لا هو هو يعني احنا لو جينا للحق، يعني هو يحيى الفخراني مش سر واحد، هو يحيى الفخراني اسرار كتيره. بس انت لو تتبعنا يعني مسيرته كده، فنقدر نقول السر الاول ليحيى الفخراني هو سر الهوايه. هي يعني طول الوقت الهوايه بتخلي البني ادم لما بيتعامل مع مهنته ان هو هاوي بيبقى مبدع اكتر فيها. انا اعتقد يعني في اعتقادي الشخصي ان يحيى الفخراني اللي هو كان طالب كليه طب جامعه عين شمس، وبالمناسبه كان طالب متفوق جدا، وكان في نبوءه ان هو يبقى دكتور مهم جدا، في طبيب يعني شاطر جدا، وكان طالع من الاوائل، وكان يعني مرشح ان هو يبقى من اعضاء هيئه تدريس طب جامعه عين شمس. يعني الراجل يعني ابن الطبقه المتوسطه، دخل كليه طب ومتفوق فيها، مفيش بعد كده يعني سهل عليه. ومع ذلك الطب دي طبعا دي كان يعني دي حضرتك احنا بنتكلم في نهايه الستينات بدايه السبعينات، لما يبقى في اسره من طبقه متوسطه عندها ابن دخل كليه الطب، ده بالنسبه لهم المنطقه كلها فرحه يعني. طبعا خلاص هو مش عايز حاجه تاني من الدنيا يعني. ومع ذلك هو دراسته وتفوقه في كليه الطب ما منعوش خالص ان هو يبقى العنصر الاهم في المسرح الجامعي في جامعة عين شمس، وكان تقريبا كل سنة هو بيحصل على كاس أفضل ممثل. هي دي بقى فكرة الهواية، هو الراجل دكتور وبيحب مهنته، وما كانش في دماغه حتى ان هو يبقى فنان بس، لا هو ما كانش في دماغه انه يسيب الطب في الأول، لكن هو بيحب التمثيل. وبعد ما اتخرج هو اشتغل طبيب لمدة 3 سنين، منهم سنة اللي هي السنة بقى اللي هي كانت فارقة في حياته، لما دخل دخل مزبيرو كطبيب. يمكن هي دي اللحظة اللي يحيى الفخراني اظن ان هو وقف قدام مراية وكان لازم يحدد موقفه بقى، ما انا لا دكتور لا فنان يعني. ففي اللحظة دي هو يحيى الفخراني اتخذ قراره يعني الصعب، اللي هو كان جنوني تقريبا يعني. ما اظنش ان حد انا مش هبقى متصور ان ابني في المستقبل يبقى طبيب ناجح ودكتور متفوق، وفجأة يقول لي لا انا هسيب الطب وهشتغل حاجة تاني ايا كان هي الحاجة يعني، هبقى قلقان. فاكيد طبعا واجه صعوبات على مستوى الاسر يعني. بس هو في الفتره دي هو كان ارتبط بحب عمره بقى وشريكه حياته دكتوره لميس جابر يعني، ودي طبعا دي كانت شريكته في المسرح كمان، كانت بتمثل مع المسرح، هي زميلته في الجامعه. وطبعا يعني هي حاله انسانيه اصلا، قصه زواجهم دي حاله انسانيه ثانيه بقى على مستوى الثاني يعني. بدايته كانت بخناقه كمان، انا سمعت قبل كده حوار ليهم سوا وبتاع. ايوه ما كالعادة قصة جميلة يعني، كعادة اي علاقة يعني. فهو خد القرار الصعب ان هو ساب الطب، ولا قال خلاص انا ممثل وهبقى ممثل. دي طبعا كانت مغامرة رهيبة يعني، اني ما كانش حاجة باينة يعني، مش مثلا ساب الطب عشان يبقى بطل فيلم، لا ده هو بالعكس كان ادوار صغيرة في مسلسلات، بدأ مسلسل سهرة بسيطة كده مع صلاح منصور مش عارف، بعد كده بدأ يشوفوا مخرجين في سهرات تانية، بدأ يخش اول مسلسل يخش وبتاع ايام المرح مع محمد فاضل، في كلها ادوار صيام ليه بدايات صيام بقى بعدها بشوية صيام بعدها مثلا ب9 سنين او حاجة. صيام دي بقى كانت انا بالنسبة لي يعني وجهة نظري ان ده كان التدشين الفعلي لأسطورة يحيى الفخراني الرمضانية، بداية يعني النجومية يعني الرمضانية تحديد. بالظبط. لان هو كان مع عبد المنعم مدبولي تقريبا، وكان في صلاح السعداني وأسرار الحكيم وعاش علي وكان محمد فاضل كان داخل بيه تحدي اصلا، لان هو ما كانش لسه برضو فكرة ان هو يعني ما حدش واثق قوي انه ينفع يبقى هو البطل، هو نفسه يحيى الفخراني كان مقلق من البطولة دي، لأنه حتى الشخصية اللي كان بيأديها اللي هو شخصية صيام دي للي شاف المسلسل، ومناسبة المسلسل مشاهداته بتزيد يعني،
تخيل الناس في رمضان في عز هذا الزخم لسه بيتفرجوا على صيام يعني. فهو لما زي ما انا قلت لحضرتك ده كان تدشين لاسطوره يحيى الرمضانيه، بقى بدا يبقى لا في حاجه في حاجه بين يحيى والشاشه الصغيره يعني. ده كان سنه 81 يعني تقريبا. وكان يحيى في الفتره دي يعني بدا برضو حتى على مستوى السينما، بعدها بسنتين دخل تحدي تاني في فيلم خرج ولم يعد، هذا الفيلم الاسطوري طبعا. يعني العظيم يعني. بعد كده بدات بقى تخش على الانفجار الكبير كان امتى؟ في ليالي الحلميه ولا ما هو وصلنا بقى لسنه 87 87 هي دي بقى بدايه انفجار بقى يحيى او ترسيخ مكانته زي ما انت بقى. استخدمت التعبير ده في تحقيقك الجميل او في بالظبط انفجار يحيى الفخراني. ليه بقى انفجار يحيى الفخراني؟ لان هو يحيى خلاص بقى هو طبعا هو يعني كان عامل ادوار كتيره جدا، بس ليالي الحلميه تحديدا يعني هي هي ساق الشجره الوارفه الادوار كلها يعني. هي شخصيه سليم البدري بقى سنه 87 ملحمه الملاحم دي فعلا هي ملحمه الملاحم. لكن هل هو كان يتوقع النجاح الكبير ده في الاول او ما اظنش يعني. اصل هو مهما كان اللي هي بقى التركيبه بقى بتاعت اسامه انور عكاشه المؤلف العظيم واسماعيل عبد الحافظ والتركيبه بتاعت الممثلين والتكوين ده كله، طبعا كانوا متوقعين ان هو يبقى مسلسل كويس، بس مش لدرجه ان صح؟ هو لغايه دلوقتي بيتشاف لما بيجي ليالي الحلميه ناس كتير تقعد تجيبه من اول وتشوف الخمس اجزاء. انا عايز لغايه النهارده اتفرج عليه بشكل شهري. انا شفته يجي ثلاث مرات. لا انا شفته كتير جدا يعني، انا حافظ تقريبا مشاهده يعني. والدتي كانت بتحبه فتيجي تبدا نبدا من اول وجديد. بالظبط الخمس اجزاء وما فيش جزء اقل من الثاني يعني. فهو شخصيه سليم البدري بقى هي دي اللي رسخت مكانه. لكن في الاخر كما فهمت برضه زي ما حضرتك ذكرت كان في خوف ان الشخصيه دي تتلبسه للابد. ما ده سر بقى تاني لانه نجاح ساحق واستمر اربع سنين، حتى يعني ازاي استطاع ان يخرج بقى من سليم البدري؟ ده بقى يعني ده سر ده سر تاني بقى يحيى الفخراني. حضرتك متخيل ان في فنانين موهوبين جدا بدون ذكر اسماء عشان محدش يزعل يعني، ضيعوا موهبتهم عشان هم حبسوا نفسهم في ادوار معينه، اما عمل دور فنجح ضرب فخلاص هو حبس نفسه فيه بدا يعمل في حاجات. وطبعا اكيد جه في ذهن حضرتك يعني نماذج كتيره كتير كتير طبعا. بس يحيى الفخراني بالرغم من حاله ليالي الحلميه والزخم اللي عملته في الشارع المصري 87 الجزء الاول، وبعد كده 89 الجزء الثاني، وبعد كده 90 الجزء الثالث، بعد كده 92 الجزء الرابع، بعد كده 95 الجزء الخامس، هو لحد الرابع هو ما كانش عايز يكمل لانه حس ان لا سليم البدري وانا مش هبقى غير سليم البدري. شخصيه عظيمه وكل حاجه، بس انا عايز اعمل حاجه ثاني. فهو كان في نقطة خلاف جوهري بينه وبين أسامة أنور عكاشة إن هو مش عايز يكمل. حتى أسامة أنور عكاشة لحبه ليحيى الفخراني استجاب لي وخلاه تقريبا مش موجود في الجزء الخامس اللي هو سنة 95 اللي هو أنهى بيه الملحمة يعني، وبقى ضيف شرف يعني. ما طلعش غير في مشهد وحيد هو المشهد الأخير للمسلسل، وكأنه أسامة المدرك لقيمة يحيى الفخراني العظيمة أراد أن هو زي ما بدأ بيه المسلسل هو ينهي بيه أسطورة ليالي الحلمية بمشهده الشهير لو الناس رجعت اليوتيوب لما بيقعد ولاده الثلاثة علي البدري وعادل البدري وسولي الصغير بيبدأ يديهم بقى خلاصة حكمته في الخمس أجزاء اللي فاتوا. فهي دي الفكرة بقى، هو قرر يخرج من عباءة سليم البدري. من بعد بقى 95 بدأ مرحلة بقى جديدة، هي دي بقى الانفجار الحقيقي بقى يعني، كمية شخصيات متنوعة. ده يعني نتكلم بقى أسماء انت اوبرا عايدة، بنتكلم في شيخ العرب همام، بنتكلم في يعني حضرتك قول اي اسم شخصية هو عملها هتلاقيها موجودة جوه كل شخص فينا. هو يعني انت بتتكلم عن العدالة ابوك كثيرة طبعا، سيد اوبرا بشر عمر عبد الظاهر، ربيع الحسيني، بشر عمر عبد الظاهر، بشخ فنانة تخيل يعني أثر الحكيم،
جزئين طبعا. جزئين هو المفروض كانوا يبقوا ثلاث اجزاء بس ما كملتش يعني. وكمان سكه الهلالي، المرسى والبحار، عباس الابيض في اليوم الاسود، كلها اعمال. دخلنا بقى في جابر مأمون نصار في العداله وجوه كثيره. صحيح. كلها ادوار علمت مع الناس جدا جدا. وبعدين بقى في ثلاث سنين كده بحبهم قوي، الشيخ العرب همام والخواجه عبد القادر ودهشه. الثلاثه دول مع بعض كانوا بالنسبه لي دول مرحله عبد الرحيم كمال. بالظبط. عبد الرحيم كمال طبعا الكاتب الرائع يعني، اللي هو عامل مسلسل الحشاشين دلوقتي. هي دي مرحله عبد الرحيم في حياته. كان شيء جميل جدا جدا جدا، منتهى العظمه يعني. انت حضرتك مش متخيل ان هو يخرج من الخواجه عبد القادر، بعد كده يخرج الاول من شيخ العرب همام بهذا جبروت، يعمل شخصية خواجة، عنده حس صوفي اللي هو الشيخ اللي هو الخواجة عبد القادر. السنة اللي بعدها على طول يخش في دهشة اللي هو الراجل الصعيدي اللي هي التمصير بتاع الملك لير. هو طبعا عاشق للملك لير يعني، فهو عمل طلب من عبد الرحيم كمال يعمل له الملك لير بالصعيدي، فعمل له دهشة. فهي دي عظمة يعني الحقيقة يعني. هي سر يحيى الفخراني كلمة مكتزعة شوية، هي ليها أسرار كتيرة يعني خاصة بيحيى الفخراني. طب السنة دي بقى شفت على عتبات البهجة، وطبعا تعاون مع إبراهيم عبد المجيد والكاتب الكبير الحقيقة، واللي ليه أعمال كسرت الدنيا أيضا تحولها لأعمال درامية مهمة. شفت برضو ازاي العمل السنة دي وهو عمل كده في فكره الاجيال برضه؟ بالظبط. هو طبعا كاتبنا الكبير ربنا يديله الصحه ابراهيم عبد المجيد يعني، هو روايته عظيمه بتاعت عتبات البهجه. وهي التيمه دي بتاعت اللي هو صراع الاجيال، هي اتعملت كتير يعني، بس اعتقد ان طول الوقت يحيى الفخراني بيبقى عنده ذائقته الخاصه اللي بيطلع بيها بحاجه مختلفه، اللي هي فكره الجد او الجده اللي بيفاجئ بظروف ما، يبقى مطلوب منه ان هو يتعامل مع جيل بعد جيله اللي هو اولاده ولاده، ويبقى مطلوب ان هو يحل لهم مشاكلهم، ومطلوب ان هو يتواصل معاهم. اتعملت في تيمات كتيره يعني، عملها محمود مرسي قبل كده، وعملتها نبيل عبيد قبل كده، وعملتها سميره احمد، يعني ناس كتير عملوا التيمه دي. لكن يحيى الفخراني زي ما قلت بيعملها بيحيى الفخراني، ذائقه يحيى الفخراني يعني، بهذا الوجه المحبب للشاشه. ويحيى من اسراره برضو ان هو انت تحس ان هو واحد من البيت يعني، محدش حس ابدا ان يحيى الفخراني ده ممثل عظيم وبتاع، لا هو بتتلبسه الشخصيه بتاعت السنه دي، بيشتغل عليها، بتحس ان هو موجود في كل بيت مصري، واسم الشخصيه بتفضل تردد في وجدان كل واحد فينا. ده سر يحيى الفخراني الحقيقه يعني. الحقيقه ملف في منتهى الاهميه، بدعو الناس اللي قراته طبعا ضمن سلسله ريحه الورق، سره يحيى في محبة سيد الدراما الذي غمر عتبات أرواحنا بالبهجة. نشكرك برضو على إتاحة البهجة من خلال ريحة الورق كعادتك دائما، أستاذ محمد جلال الفراج الصحفي المخضرم. الحقيقة بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في 90 دقيقة. شرف ليا. إن شاء الله نلتقي وريحة ورق جديدة. يا ترى مين هيكون فنان القادم؟ حضرتك بقى اللي هتحدد لنا إن شاء الله. بشكرك نورتنا استاذ محمد جلال فراج، شكرا جزيلا.